سلام عليكم. راه اليوم فين جبتيني؟ الا كنتي من تطوان يلا قول لي هاد الموطا هذا شنو كيقولوا. الله على الحلاوه هذه. الجو دو سويسرا ومرحبا بك في تطوان. وبطبيعه الحال الا جيتي لتطوان وعندك ما تشوف ضروري خصنا نخلقوا شي حاجه. ودابا جينا للسوق كتسخر حنا على ما كنبقشوا خاصنا كنفتشوا على الدرار الحمام ديالنا. اول حاجه جينا للخزين شحال كيلو؟ فين واحد جوج كيلو غادي نوكل صحابي غادي نمشي في طريان. هذه واحد اللحظه اللي عشتها اليوم والصراحه كانت حايل. من بعد جبنا ماكله الحمام وحنا الناس مساكن اللي كانوا جالسين تما كاملين كانوا كيدعيو معايا. انا باقي كنوكل الحمام وباقي كنلاحظ ديك الناس كيهضروا معايا. سبحان الله العظيم ناس قدامين كيحسوا كيفهموا كيقدروا. هذه واحد الحاجه اللي كنتعلموها معاهم. لاحظ معايا يهاود عندي سنوي غادي يقول لي وليدي سعداتك بهذا الاجر اللي كتعمل. قال لي هذا الانسان خصو يكون كيتعاون مع الحيوان كيعتني رفق بالحيوان وما تعرفش يربي فين رزق. هذه واحد الحاجه اللي فرحتني من داخل وخلتني نعتز بهذا الشيء هذا اللي كان فعلا سبحان الله العظيم ربي عطاني واحد الاحساس وواحد الطاقه اللي هي فشكال بالصحه والراحه. هنا تعرف الحياه هي ارزق. كتجي نتيتوان ضروري ما كتكوز من الملح ثم غادي نفطروا خاوه ما كاينه غير زعجه برخيصه. اللي قلتي عند خاي ابراهيم اما بريوه 3 دراهم اخويا ابراهيم. بريوه 3 دراهم عندنا كتجز دايرين 6 دراهم اخويا ابراهيم. عاد باقي مسخون دابا ديال الله جبتي هادو ما عاد كيدخلوا الفاكان اخويا ابراهيم هادو باقيين خاطرين كاين ماشي طايب راه عندنا خبز 4 دراهم اخويا ابراهيم شنو زيت المطاديلا كاشي هذيك 4 دراهم وعندنا زعزع فيه عندنا ديال 10 هذاك 10 عندنا 15 هذاك 15 عندنا 7 اخويا ابراهيم هادو الاثمن اللي عندنا في الملاح تبارك الله عليك بابك اخويا ابراهيم. الملاح فاش معروفه؟ الملاح معروفه بكل شيء ملح معروفه باي حاجه اللي جيتي تجبر فيها. السوق عندنا هنا السوق ديال الفول كيجب عندنا اللي بغيتي موجوده اخي ابراهيم تبارك الله عليك وزعزع عندك اخي ابراهيم تحت القصر اخي ابراهيم يا كلشي تحت من هنا تحت القصر الملكي تبارك الله عليك راه قيس وزعزع اخي ابراهيم دار الصحه اخي ابراهيم. شنو جيتي تسمى في تطوان اليوم ابو حامد؟ الصيو صافي الحاوي يعني مرينكم تطوان تقريبا براه بيني وبينك الملاح ماشي معروفة غير بالماكلة، معروفة حتى بالصناعة التقليدية، الصناعة التقليدية اللي الصراحة بدات كتنقار ودائما حنا التشجيع ديالها الله يعاون الإخوان ديالنا وكنحيي هاد المعلمية اللي باقيين شابرين في هاد الصنعة هادي اللي صراحة صعيبة خصوصا الحاجة على اليد خاصها تسع الخاطر. واجي معايا ونزيدك معروفة حتى بالجبن بلدي. شحال وصل الكيلو؟ 45 درهم كيلو خاي براس. محمد شحال الأنواع ديال الجبن كاين؟ كاين مالح كاين ناقص كيبقى صح كيراطب حسب الذوق اللي بغيتي أخاي. وكاملين 45؟ 45 اللائحة الأثمنة خاي براس. تبارك الله حتى الزبده بلدي كاين الزبيده خلاع غير موجوده خيبره مالح معروفه باتشيا وما كاينش شي شعاع كيجي نتيطوان وما كيجيش شي ناط السوق صراحه فيه ما يتشاف. وعطاكم الله الصحه اللي ولاد المدينه كيعطيو واحد النظره مزيونه على المدينه ديالو النقاوه وغزال. الله يخلي الصحه والسلامه ونشوفوكم دائما مزيان ضروري خصنا نشربوا هذا النورمال على فساله. تيطوان كتبقى احسن مدينه في العالم هي بصراحه فيها بزاف ما يتشاف ولكن حنا دابا شفنا غير شويش منا باش نخليو فيديو ساخرين ما يتشافوا. ودابا اللي غنقول لك السلام عليكم تلقاو فيديو ثاني ان شاء الله تبارك الله عليكم.